الظلمات. كنت سأسألك عن هذا يا شيخ، يعني يسأل البعض لماذا نذهب إلى الإسلام؟ لماذا وحده؟ نستطيع أن نذهب إلى أي منظومة أخرى تستطيع أن تجعل هذه الحياة أفضل، لماذا الإسلام؟ لماذا الإسلام؟ لأن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله، هذا أولا. نحن نقول هذا كمسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأننا لا نعلم أن الله عز وجل جدد العهد مع البشرية بإرسال رسل يوحى إليهم بعد رسولنا، وجعل ما عندنا هو الخاتم الذي تكون عليه البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونقول الإسلام ثانيا بالنسبة لغير المسلم، نقول له ما عليك إلا أن تقارن بين الأنظمة التي تعيشونها، منها النظام الاجتماعي والنظام الإسلامي في أصالته وفي تشريعاته، مما يحتم عليكم مع المقارنة الموضوعية أن تعلموا فضل هذا النظام. وهذا الذي حدا ببعض المفكرين وببعض المنصفين من الغرب، أن يؤمنوا أن يكون سبب إسلامهم هي التشريعات المتعلقة بالنظام الاجتماعي. يعني أنا أقرأ لبعض اللاتي أسلمنا من الغربيات يتحدثنا عن أنه أفضل نظام تعيشه المرأة هو نظام الزوجية في الإسلام ونظام الأمومة، وأخرجت بعض الغربيات الصحفيات والكاتبات يعني مقالات طويلة في وصية المرأة المسلمة أن تتمسك بدينها، هذا مع إعلانها للإسلام. انظر إلى مقالات هوفمان اللي هو كان المسؤول الدائرة الأمنية في حلف الناتو، عرفت، الألماني الذي كان سفيرا في المغرب ثم أسلم، عن كتاباته عن نظام الاجتماع الإسلامي، تجد انبهار بهذا النظام الاجتماعي مع أنه في تخلف للمسلمين يعني في مجتمعاتهم. إذن نقول لغير المسلم، عرفت، ما عليك إلا أن تنظر في متانة هذا النظام وكيف حقق هذا النظام استقرارا مجتمعيا. يعني اليوم رغم التخلف للمسلمين والبعد المادي تجد أنه أفضل الدراسات النفسية لأوضاع المرأة في العالم كله في العالم الإسلامي. يعني أجريت دراسة عن الرضا المجتمعي، الرضا يعني بالعيش، الرضا بالنظام وكذا، يعني أعمل على مستويات مختلفة، فوجدوا أنه أفضل يعني نسبة رضا لدى المرأة في العالم كله هو في العالم الإسلامي، وأن حالات الانتحار وحالات الهروب وحالات مقارنة وحالات الاغتصاب، حالات يعني حالات اللي هي العنف تجاه المرأة، هذه أقلها في العالم الإسلامي لأنها مكفولة بشيء من هذا النظام. صح في هناك تجاوزات كثيرة كما قلنا، لكنها في النهاية لا مقارنة بين يعني ما تعيشه المرأة في انجلترا المجتمع الإسلامي وما تعيشه.